هي الآن إذا ما درسنا الخارطة ستلاحظ أنها هي تريد منفذا للبحر الأسود، وبالتالي هذا البحر هذا 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 المنفذ سيؤديها إلى المجتمع كلها منفذ على بقية أنحاء المعمورة. هناك بحر أوزوف وجزيرة القرن، وهناك أيضا هذه المساحة حتى أوديسا. أوديسا أيضا مطمح، لأن أوديسا أيضا مفتاح إلى دول البلطيق، وبالتالي هناك أيضا منطقة أخرى في دول البلطيق تتحدث عن الدولة، يعني أيضا مجموعة تحاول فك الارتباط عن إحدى دول البلطيق. يعني أن الأقليات الروسية والطموح أو الصراع الاستراتيجي، أوروبا تتحرك في هذه المنطقة ليس بدافع حقوق الإنسان